صباح الخير طلاب، محاضرتنا لهذا اليوم راح تتضمن تكملة لما بدأناه بالدرس الماضي عن قياس درجة الحرارة. طبعا وصلنا إلى حد أنه تعرفنا على كيفية قياس درجة الحرارة باستخدام ثيرموكابل. واخر ملاحظه طرقنا لها انه الثيرموكابل اللي هو عباره عن تو ديفرنت او سيميلر ماتيريال، مثل ما تلاحظون امامكم بالشكل، اذا ربطناه على الريدر ديفايس اللي هو جهاز الاقران الفولتيه، ممكن ان يتولد لنا شنو؟ يتولد لنا جنكشن اضافي. نقصد بالجنكشن الاضافي يعني ممكن يتولد لنا ثيرموكابل اضافي. لاحظ هنا اذا كان عندنا ايرون كونستنتان اللي هو الثيرموكابل، زين، ومثل ما تعرفون يعني كل تو ماتيريال انطيناهم يعني رمز، ممكن الرجوع له معرفة رمز هذا النوع من رمز النوع هذا من الثيرموكابل. فالايرون كونستنتان هذا اذا ربطناه في الريدر ديفايس اللي هو الوايرات مالته من كونستنتان، تلاحظ شلون؟ فاذا ارتبط عندنا نفس الماتيريال، تلاحظ شلون؟ كونستنتان مع كونستنتان، ما راح يولد لنا جنكشن، ما راح يولد لنا ثيرموكابل، بينما عندنا الكونستنتان والايرون راح يولد لنا جنكشن اضافيه، حتى نخلص من الفولتيه الاضافيه اللي راح تحدث لنا نتيجه لوجود جنكشن اضافي. راح نسميه بالرفرنس تمبرتشر. هذا الرفرنس تمبرتشر عاده يكون انه نضع هذا الجنكشن الاضافي داخل ايس ووتر ميكتشر. طبعا هذا الايس ووتر ميكتشر يجعل لنا الفولتيه اللي تتولد عن الفرق في درجات الحراره ما بين تي و تي الجديده، هاي ما بين جنكشن جديد تساوي لنا صفر. يساوي لنا صفر. يعني راح نقرا بالحقيقه وراح يقرا الريدر ديفايس اللي موجود هنا، سواء كان فولت ميتر او كان بوتنشيو ميتر، راح يقرا لنا الفولتيه الناتجه عن الفرق في درجات الحراره ما بين تي 1 و تي 2. طبعا كيفيه استخدام او كيفيه الحسابات الخاصه بالثيرموكابل يتعلق لنا بالتيبل التالي. هذا التيبل اللي تشوفوه امامكم. طبعا هذا التيبل هنا يعني احنا بنستخدمه للثيرموكابل لما يكون عندك الرفرنس جنكشن مالتها يساوي لنا 0 ديجري سنتيجريد، يساوي لنا 0 ديجري سنتيجريد. اما اذا كان الرفرنس تمبرتشر غير 0 ديجري سنتيجريد، لازم نستخدم في ذاك الوقت القانون اللي هو مال انترميديت تمبرتشر اللي شفناه بالدرس الماضي، اللي راح يصير عندنا E1 و E2 و E3. هذا الجدول شبه لنا هنا عندنا الحق، هذا الحق مال التمبرتشر، الحق مال التمبرتشر الحقيقه هذه عباره عن هوت تمبرتشر، يعني هذا التمبرتشر بسرعه. التمبرتشر هنا عندنا different types of thermocouples. type T اللي هو كوبر كونستنتان، تايب اي تلاشون كروميال كونستنتان، ايرون كونستنتان اللي هو تايب جي، لاحظ هنا كروميال انامول مثلا هذا اللي هو تايب كي، بلاتينوم في اس بلاتينوم 10% راديوم زين تايب اس، نيكوسيل في اس نايسل مثلا هذا تايب ان، يعني different types of thermocouples. different types of thermocouples. هذا اللي موجود هنا بداخل الجدول يمثل لنا الفولتج الناتج عن الفرق في درجات الحراره لما يكون عندك الرفرنس تمبرتشر 0 ديجري سنتيجريد. لما يكون عندك الرفرنس تمبرتشر 0 ديجري سنتيجريد، هذا يمثل لنا الفولتج. فهذا بالحقيقه من الضروري انه تتعلم شلون تطبقه بالحقيقه، شلون تستخدمه حتى تطلع قيمه درجه الحراره مثل ما راح نشوف بعد شوي ان شاء الله. هنا أنا طبعا هذا الجدول ممكن ان نمثله على شكل شنو؟ على شكل كيرفات. لاحظ هذا الكيرف بيكون عندك الواي اكسس مالته عباره عن الاي ان اس بالملي فولت، وهنا أنا مقدار التمبرشر، ايش قد التمبرشر المقابله لها. يعني اذا كان عندنا جهاز اقراننا فولتيه مقدارها ايه قد نتيجه للفرق في درجات الحراره اللي دا يتعرض لها الثيرموكابل، فايش قد راح تكون التمبرشر في الحاله هذه. اوكي، لاحظ هنا التمبرتشر ممكن تكون عندنا تو سكيل في الحقيقه، واحد من عندها بالدجري سنتيجريد، شوف هذه اذا اريد نقرا بالدجري سنتيجريد نروح على هذا الجو،
وإذا نريد بالفهرنهايت راح يكون عندنا على الفوق. ايش قد قيمة الاي ام اف اللي راح يقراها الجهاز اللي هو الريال ديفايس؟ نيجي نسقطها على الكيرف، كل كيرف بالحقيقة يمثل لي ثيرموكابل. يعني شوف هذا 1 التعريف مالته هنا، هذا النوتيشن مالته النومنكليشر مالته كرومال كونستنت تايب اي، هذا ال 1 تايب اي. فاذا كان عندك تايب اي لازم تستخدم شنو؟ تستخدم هذا الكيرف. ال 2 راح يمثل لنا النومنكليشر كونستنت اللي هو التايب جي. فايش قد الملي فولت اللي راح يتولد عندك؟ تطلع شلون؟ تيجي تسقطه وين؟ تسقطه على الكيرف الناصب وتقرا درجه الحراره. كما كانت درجه الحراره بالفهرنهايت او بالدجري سنتيغريد. اذا بالفهرنهايت تاخذ من الاكسبتنس هذا، واذا بالدجري سنتيغريد تاخذ من الاسفل هذا اللي هو شو اسمه الكيرف الاسفل. هنا نريد نتعلم شلون نستخدم هذا الجدول او نستخدم هذا الكيرف. فشوف هنا عندنا ايرون كونستنتان اللي هو تايب جي مثل ما شفنا. ثيرموكابل از كونكتد تو ان بوتنشيوميتر. الجهاز اللي راح نقرا به الفولتج هو عباره عن البوتنشيوميتر. الجهاز اللي راح نقرا به الفولتج اللي هو عباره عن بوتنشيوميتر، يا اما يكون فولتميتر يا اما يكون بوتنشيوميتر. والتيرمينال ار ات 25 ديجري سنتيجريد. يعني باعوا هذا عباره عن ثيرموكابل اللي هو ايرون كونستنتان. بالضبط هاي المساله مالتنا عباره عن ايرون كونستنتان اللي هو تايب جي. زين هذا الثيرموكابل. الثيرموكابل عندنا واحد من الجنكشن مالته راح يكون بالمنطقه الحاره اللي يقرا لنا التمبرشر اللي احنا نريد نقراها، والطرف الثاني راح يكون عندنا هو البوتنشيوميتر. هذا هو عباره عن البوتنشيوميتر. درجه حراره البوتنشيوميتر هنا 25 درجه مئويه. التيرمينال في البوتنشيوميتر درجة حرارتها 25 درجة مئوية. يعني راح يصير عندنا فرق في درجات الحرارة مقدارها تي. وهنا تكون عندنا شنو؟ 25 درجة سنتيغريد. شوف المثل اللي شبه بعدها. لاحظ ان الايرون كونستنتان ثيرموكابل از كونكتد تو بوتنشيوميتر والثيرمال ار ات 25 ديجري سنتيجريد. البوتنشيوميتر هذا 3.59 ميلي فولت. القراءة مال البوتنشيوميتر اللي هو هذا، لاحظ شلون هذا يقرا لنا بحدود 3.59 ميلي فولت. شنو معنى القراءة مال هذا الجهاز؟ هسه راح نجي نشوفه. مثلاني اذا what is the temperature of the thermocouple junction? What is the thermocouple junction? رجاء دقيقة واحدة يمكن. نكمل طلاب اذا ممكن. عندنا البوتنشيوميتر القراءه مالته 3.59 ملي فولت. زين ودرجه الحراره اللي هي هنا مال التيرمينال مال البوتنشيوميتر اللي هو هذا عباره عن 25 درجه مئويه. فايش قد قيمه درجه الحراره تي في الحاله هذه؟ طبعا قراءه البوتنشيوميتر هذه شو تمثل لنا؟ او قراءه الريد اوت ديفايس سواء كان بوتنشيوميتر او فولت ميتر شو تمثل لنا؟ تمثل لنا الفولتج اللي هو اي 1. يعني الفولتج هذا مال البوتنشيوميتر هو عباره عن الفرق ما بين شنو؟ الفرق ما بين الفولتيات مال ات تي 1 اند تي 2. يعني اي 1 ناقصا اي 2. فلذلك هنا أنا راح نروح للمساله مالتنا. لاحظ هنا فالاي اوف بوتنشيوميتر يساوي لنا الـ E of T اللي هو الـ E at a temperature اللي هو مال thermocouple junction ناقصا شنو؟ الـ E of 25. يعني الـ voltage at 25 degree centigrade. هذه الـ voltage at 25 degree centigrade for zero reference for zero reference thermocouple معروفة عندنا، نقدر نروح نجيبها.
اولا شنو نوع الثيرموكابل؟ هو ايرون كونستنتان تايب جي. كنت شايف من مره ثانيه النوع ان ايرون كونستنتان، ان ايرون كونستنتان. اذا نروح على العمود مال الايرون كونستنتان ونشوف درجه حراره ال 25 ايش قد قدامها الفولتج، هذا الايرون كون. اذا هو الفولتج مالتنا 1.277 ملي فولت، 1.277 ملي فولت. اذا هنا العلاقه اللي راح موجوده هنا راح يكون عندنا الاي بوتنشيوميتر معروفه عندنا اللي هي عباره عن 3.59 ملي فولت، يساوي لنا الاي ات دي ثيرموكابل جنكشن اللي هو الاي اوف تي ناقصا الاي اوف 25 اللي هي 1.277. فهنا راح يصير عندنا 3.59 يساوي لنا اي تي، يعني الفولتج ادي ثيرموكابل جنكشن اللي احنا نريدها بالحقيقه، ناقصا الاي 25 اللي هي عباره عن الفولتيه ات تمبرتشر از ايكوال تو 25 ديجري سنتيجريد. اوكي، فده يكون عندنا ايش قد 1.277. راح اجي اعوض هنا 3.59 يساوي لنا 80 ناقصا ايش قد؟ ناقصا 1.277. يعني مقدار الاي تي بهالحاله هذا يساوي لنا 3.59 زائدا ايش قد؟ زائدا 1.277. باوعنا ذا، يعني ايش قد راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا 4.8767 ملي فولت. هذا هو عباره عن فولتيه as the junction of the thermocouple. هذا junction of، لما عرفنا الفولتيه at the thermocouple junction نروح ندخل بها مره ثانيه للجدول، نروح نرجع للجدول. عندنا ايرون بي اس كونستنتان والفولتيه بحدود ايش قد؟ والله هي 4 بوينت ايش قد؟ 4.86. اذا نروح على الايرون كونستنتان نشوف 4.86 موجوده ما موجوده، عندنا 3.918 ودرجه الحراره 75، وعندنا 5.269 ودرجه الحراره 100، يعني هي ما بين هالرقمين هذه. نروح نسوي انتربوليشن، فالانتربوليشن ايش راح يعطينا؟ راح يعطينا هذه الحاله. عند ال 75 ديجري سنتيجريد راح يكون عندك الملي فولت هو 3.918 ملي فولت، وعند ال 100 يكون عندنا 5.26 ملي فولت. ونطلع قيمة الانترميديت تمبرشر اللي هي هذه، راح يطلع عندنا قيمة التمبرشر بحدود 92.7. يعني من خلال قراءة الريد اوت ديفايس هذا، لاحظنا رجع على الرسم هذا اللي راح نحتاجه، من خلال قراءة الريد اوت ديفايس هذا قدرنا نخمن او قدرنا نحسب ايش قد مقدار التمبرشر اللي كانت هنا اللي نقيس بها وطلعت بحدود 92 درجة مئوية، 92 point something درجة degree centigrade. باوع هنا 92.7 degree centigrade. يعني اكو عندنا ترتيب اخر اسمه ثيرموبايل. هذا ثيرموبايل بالحقيقة عبارة عن مالتي ثيرموكابل. ليش بدنا نسوي مالتي ثيرموكابل؟ حتى نرفع من السنسيتيفيتي مال هذا، حتى نقرا درجات حرارة من هذا الكفر ايرون عدت، يعني اعداد من هذا الثرمو كفر، هذه الاعداد يعني حسب السنسيتيفيتي اللي بينا احنا. اوكي، فاحنا مثلا الثرمو كفر مكونين من خمس ثرمو كفرات مربوطه على التوالي. راح نربط الثرمو كفر مربوطه على التوالي، هذا الثرمو كفر راح يربط لنا نفس الثرمو كفر على التوالي، ثرموكابل ثالث، ثرموكابل رابع، ثرموكابل خامس، والاطراف النهائيه مالته راح تكون هي عباره تربط الى الاوتبوت فولتج، نقيس بها الفولتج. فزياده العدد بالنسبه لنا هنا راح يزيد لنا شنو؟ السنسيتيفيتي مالت من مال هذا الجهاز، مال هذا، مال القراءه مالت من مال هذا. هذا يسموه بالثرموبايل، الثرموبايل، ثرموبايل، الثرموبايل ارينجمنت از يوسفول فور اوبتيننج سبستنشال اي ام اف for measurement of small temperature difference. إذا كان عندنا temperature difference كلش صغير، زين ما راح يتحسس لك إياها ثرموكابل واحد، راح نربط عدة ثرموكابلز على التوالي حتى ممكن إنه يتحسس لنا إياها.
إذا الفرق في درجات الحرارة ضعيف ممكن أنه نستخدم شنو؟ أو الفرق في درجات الحرارة لما يكون قليل ممكن نستخدم الثيرموبايل اللي مثل أنه هو different thermocouples are connected in series. Are connected in series كما هو موضح بالصورة هاي سواء كان هذا أو هذا. لاحظ نهاية الثيرموكابولز بتكون عندنا التيرمينالز اللي راح نربطها إلى الريد أوت ديفايس. هذا الفولتج ميجرمنت ديفايس. فولتج ميجرمنت ديفايس. هذا أنا أوضح بتشوفون شلون ترتبط الثيرموكابولز مع بعضها البعض إن سيريز والنهايات مالتها راح تربط إلى وين؟ إلى الريد أوت ديفايس اللي هو عبارة عن الأوتبوت فولتج. حتى نقيس الأوتبوت فولتج من هذا. إذا لما يكون عندك التيمبرتشر ديفرنس قليل ممكن أن تلجأ إلى شنو؟ ممكن انه تلجأ الى الثيرموبايل. هنا اكو عندنا مثال حول الثيرموبايل. عندنا ثيرموبايل consisting of five junction pairs of chromial constantan is used to measure temperature difference مقدارها 50 degree centigrade with the cold junction at 25 degree centigrade. Cold junction عندك 25 degree centigrade. Then determine voltage output of the thermopile. اللي هي الهوت والكولد. الهوت والكولد. ففي بعض الأحيان ينطيك القراءة مال بوتنشيوميتر ويريد من عندك إيش قراءة ال temperature at the hot junction مثل ما شفنا. زين هالتقرير القديم. بعض الأحيان ينطيك الهوت junction والكولد junction ويريد من عندك إيش قراءة عندك الملفولت. زين. فكل هاي تتمحور ويوصل إلى الطبيعة يعني إنه قراءة الجهاز مال output اللي هو الباقران الفولتج هي عبارة عن الفرق ما بين الكولد جنكشن والهوت جنكشن فولتج أو الهوت جنكشن والكولد جنكشن فولتج أو إي إم إف. لاحظوا أول مثل ثيرموبايل انه الكولد جنكشن هي 75 درجه سنتيغريد. زين 75 وات ايرور ان تمبريتشر ديفرنس ميجرمنت وذ ريزلت فروم ذا ذس انكوركت ميجرمنت. ذس انكوركت ميجرمنت. خلينا نشوف الاول. اذا كان عندنا تمبريتشر ديفرنس مقداره 50 والكولد جنكشن مقداره 25 فالهوت جنكشن معروف عندنا مو شكل يعني هو التمبريتشر اوف ذا هوت جنكشن ناقصا temperature of the cold junction ناقصا temperature of the cold junction يساوي لنا temperature difference. يعني الدلتا تي بالحقيقة نرجع لهذا الرسم هذا الرسم خلي ما يخالف هذا. شوف الدلتا تي هو عبارة عن temperature مال thermocouple junction هذا اوكي ناقصا شنو ناقصا temperature مالت من مال cold junction. هذا نسميه hot junction وهذا نسميه cold junction اوكي. فلذلك هنا اذا كان عندنا الكولد جنكشن هو 25 والديفرنس هو 50 فاني هذا الديفرنس بالحقيقه يساوي لي التي ناقصا ايش قد ناقصا 25 يعني معناها انه التمبرتشر اوف ذا هوت جنكشن ايش قد يساوي لي 75 درجه يساوي لي 75 درجه معه يساوي لي 75 درجه. هذه طبعا اللي احنا كل التيربو كابلز اللي ندرسها هنا هي رفرنس تو 0 ديجري سنتيغريد. يعني شو رفرنس تو 0 ديجري سنتيغريد؟ يعني لاغين تاثير
الجنكشنز الاضافيه الناتجه عن ارتباط الفولت ميتر دائما ويا الوايرات مال الثرموكابل. فعلى العموم هسه هنا بالنسبه للهوت جنكشن راح يكون درجه حرارته 75 درجه مئويه. ليش تكون 75 درجه مئويه؟ لانه عندي دلتا تي يساوي لي تي اوف ذا هوت جنكشن ناقص التي اوف ذا كولد جنكشن. فلذلك التي اوف ذا كولد جنكشن هو بالضيق 25 والفرق في درجات الحراره هو 50، فاكيد راح يكون عندي الهوت جنكشن اللي انت 75 درجه مئويه. ولذلك الان احنا بالتيبل 2 حضرنا الشمل مالتنا الكولد جنكشن اللي قيمتها 25 درجه مئويه، والنوع الثرموكابل اللي مستخدمينه احنا هو كروميال كونستانتان. كروميال كونستانتان زين، نروح نشوف ايش قد الفولتيه مالتها. بقى عندنا كروميال كونستانتان، نروح على الان كروميال كونستانتان، هذا كروميال اللي هو تايب اي. تايب اي ايش قد عندنا درجه الحراره؟ درجه الحراره 25. ايش قد مقدار الفولتج؟ هي 1.495، هذا هو عباره عن الملي فولت ات دي جنكشن اللي هو شفنا اللي هو الكول جنكشن. الكول جنكشن عندنا بالهوت جنكشن ايش قد تكون عندنا درجه الحراره؟ 75 درجه مئويه. بابا هذه 75 درجه، اذا هي 4.657 زين، 4.657. ايش قد مقدار الريد اوت ديفايس؟ ايش قد راح يقرا لنا الريد اوت ديفايس؟ اكيد الاي ام اف او الاي اوف دي بوتنشيوميتر او الفولت ميتر يساوي الاي اوف ذا هوت جنكشن ناقص الاي اوف ذا كولد جنكشن. الاي اوف ذا هوت جنكشن اللي هي 4.657 ناقص 1.495 اللي هو الاي اف هوت جنكشن درجه الحراره مالته. هذا هو عباره عن الريبورت ديفايس، بس احنا شكله عندنا ثرموكابل، ما عندنا ثرموكابل الا ثرموكابل. ثرموكابل مكون من خمسه ثرموكابل، فلذلك هنا الفرق في الفولتج اللي راح نحسبه انا لازم نضربه في قد؟ نضربه في خمسه. هو هذا اللي نقول عليه انه نعظم الاشاره، نعظم الاشاره اللي راح نحصلها نتيجة ايش؟ نتيجة للفرق في درجة الحرارة القليل اللي موجود عندنا. لاحظ؟ يعني هاي من فوائد استخدام شنو؟ الثرموبايل. طلع هنا طلع الاي 75 ناقص الاي 25 مضروب في النمبر اوف ثرموكابلز. هذا هو شنو؟ هذا هو قراءة الريد اوت ديفايس. يعني شنو قراءة الريد اوت ديفايس؟ يعني الاوتبوت فولتج اللي راح نقراه هنا، اللي راح نقراه هنا هو عبارة عن شنو؟ الـ E of T ناقصا الـ E of the cold junction، يعني الـ E of 1 ناقصا الـ E of 2 مضروب في الـ number of thermocouples المكونة للثرموباير، المكونة للثرموباير. زين؟ الثرموباير مكونة من الثرموكابلز اللي هي كولر 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 كولر، فلذلك راح يكون عندنا خمسة مضروبة في زين، مضروبة في الفرق مال الفولتج هذا. فلذلك التغير هذا راح يكون 15.8 فولت. يعني فالتغير الفولتج قدرنا نحصل عليها نتيجة فرق درجات الحرارة باستخدام شنو؟ باستخدام الثرموبايل. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، لو عن طريق الغلط أنت اعتبرت أنه الكولد جنكشن بالحقيقه الكولد جنكشن هي 75 مو 25، فاذا كانت الكولد جنكشن هي 75 ديجري سنتيجريد والفرق في درجات الحراره 50، معناه الهوت جنكشن ايش قد راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا 75 زائد 25، يعني ايش قد راح يكون عندنا درجه الحراره تي اللي هي الثرموكابل جنكشن او الهوت جنكشن؟ راح تكون عندنا 125 درجه مئويه. 125 درجة مئوية. باوع إذا بهالحالة هذا، بهالحالة هذه إيش قد راح تكون باوع هنا؟ شوف هنا by incorrectly stating the cold junction temperature as 75 degree centigrade we have not changed the actual reading value. إذا ما حبينا أنه ما نغير الـ actual reading value، الـ actual reading value مالتنا هو 15.8 مللي فولت،
فبهالحاله هذه ايش قد راح تكون عندنا التمبرشر؟ يعني اذا كان عندنا التوتال فولتج بقيناه 15.8 اوكي، وكان عندنا الكولد جنكشن هو 75 ديجري سنتيجريد، خلينا نشوف ايش قد راح تطلع درجه الحراره بالنسبه لنا، ايش قد راح تكون درجه الحراره اللي هي عباره. اذا هنا however the reading now indicates a different value of delta t to obtain the new high temperature we would شوف الـ E temperature. الـ E temperature يعني الـ E of the hot junction راح يساوي لنا الـ E of the cold junction زائد شنو؟ زائد القراءة مالت من؟ مال الميليفولت مال البوتنشال متر فولت متر مقسم على الـ number of thermocouples in thermopile. فلذلك راح يطلع لنا الـ E تساوي لنا 7.81، يعني درجة الحرارة اللي هي مال الهوت جنكشن بالحقيقة راح تكون هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن 7.819 ملي فولت. هذه 7.81 ملي فولت. إذا نروح إلى الجدول، اللي هو الكرومال كونستانتان، الجدول مال الكرومال كونستانتان، هذا الكرومال كونستانتان 7.8، نروح على 7.8. وين 7.8؟ موجودة ما بين 6.319 وما بين 9.789. هنا موجودة ما بيناتهم، راح يكون عندنا 7.819. نروح يعني درجة الحرارة راح تكون ما بين 100 و150. نروح نشوف شنو اللي راح يصير عندنا بهالحالة هذه. راح نروح نطلع ال باو هنا ما بين 100 و150، راح يكون عندنا هذا الملي فولت، راح تكون عندنا درجة الحرارة بهالحالة هذه راح تكون هي بالحقيقة 121.61. 121.61 فإذا 121.61 ودرجة حرارة الكول جنكشن عن طريق الغلط قريناها 75 دقري سنتيجريد، فراح يكون عندنا الفرق هو ايش قد؟ 46.6 بدل ما هو 50. يعني هذا الانكوركت ريدنج او الانكوركت يعني واحد يعني عن طريق الخطأ اتوقع انه درجة الحرارة بدل ما هي 25 كولد جنكشن صارت 75، راح تعطيني غلط بالدلتا تي. غلط، هذا الغلط بالدلتا تي يترتب عليه مثل ما شفتوا غلط بالقراءة مال الجهاز مال الاوتبوت ريدنج وهكذا. اذا هذه عبارة عن مسألة بنوضح لكم كيفية التعامل مع هذا الجدول او مع هذا الكيربات اللي شفناه. انا لحق هنا ينتهي عندنا الفيرمو كفر بالحقيقة. اهم شيء اخواني يدلون بالكم على هذا الموضوع، موضوع استخدام هذا الجدول، عود نفسك انه شلون تستخدم هذا الجدول، وشغلته سهله مثل ما شفنا من خلال الامثله اللي شفناها. عندنا النوع الاخر من الميجرمنت اللي نحب نتطرق اليه اللي هو الفلو ميجرمنت. رجاء اكو شيء قبل لا ننتقل للفلو ميجرمنت؟ طلاب لا دكتور واض طلاب نور الهدى نعم دكتور يا واضح دكتور واضح دكتور طلابنا اكو شيء قبل لا ننتقل للفلو ميجرمنت؟ عندنا الموضوع الآخر اللي هو عبارة عن الفلو ميجرمنت. طبعا الفلو من القياسات المهمة جدا، الفلو اوف فلويد بالحقيقة، الفلو اوف فلويد. ومن نقول فلويد يعني بما معناه انه بنقصد به الليكويد اند جاز، الاثنين اتهم راح يكون عندنا مهمة. يعني تتراوح عندنا ان الميجرمنت اوف بلاد فلو زين البلاد فلو زين بالهيومن ارتري يعني بالشرايين والاورده مال شو اسمه مال الانسان الى الفلو اوف ليكويد اوكسجين الروكت مثلا
يعني تطور الرينج مال الفلو. اذا الفلو ريت ميجر من ديفايس فريكوينتلي ريكوايرد اكوريت بريشر اند تمبريتشر ميجرمنت. لما نريد نقيس الفلو ميجرمنت سواء كان بالنسبه للليكويد او بالنسبه للجاز لازم يكون عندنا المعلومات انه ايش قد قيمه البريشر والتمبريتشر, يعني ذس فلو ريت اللي سوينا له ميجرمنت ات ويتش تمبريتشر اند بريشر انا ضروري انشر لها. طبعا اكو عندكم بعض الطلاب راحوا اشتغلوا على الوين تنل وبالوين تنل احتاجوا انه يقيسون ايش قد مقدار الفلوريت. فالفلوريت بالحقيقه يعني تطبيقاته جدا واسعه ونحتاج انه نتعرف على الاجهزه اللي ممكن ان نستخدمها لقياس الفلوريت زين, وهي راح تكون عندنا متنوعه وعديده. ابسط طريقه لقياس الفلوريت انه نملي لنا فد حجم معين بالفلويد اللي نريد نقيس الفلوريت مالته ونحسب ايش قد الزمن اللازم لقياس فد فوليوم معين. يعني على سبيل المثال عندنا لتر قنينه مدرجه زين وعندنا فلوريت, نريد نشوف هذا اللتر كم ثانيه ممكن يعني ننتج او كم دقيقه ممكن ننتج. اوكي, فاذا كان عندنا الفوليوم ثابت قيمته 1 لتر شايفين عندنا موجود بالبيوت لما نريد نقيس ايش قد مقدار الاستهلاك مالتنا من المي. يعني ابو المي اول ما يجي يروح عليه من على الميزانيه مال المي, الميزانيه مال المي هي فعلا دي بوزيتيف ديسبليسمنت ميكانيزم مثل هذا عباره عن جيز متعشقه مع بعضها البعض ويجي عندنا الليكويد اللي نريد نقيس الفوليوم فلوريت مالته وراح يعمل على تدوير هذا الجيرز والسرعه الدورانيه بالحقيقه تتناسب لنا مع الجد مع مقدار الفلوريت. هذا يسموه البوزيتيف ديسبليسمنت, بوزيتيف ديسبليسمنت فلوميتر. ايضا من الطرق الشائعه جدا في قياس الفلوميتر هو الفلو اوبستركشن, الفلو اوبستركشن ميثود. يعني انه نغير من مساحه المقطع مالت من مال الجريان. لاحظ هذا عندنا جريان مال الفلويد خلال بايب, هل بايب هذا عملنا به تخصر في الشكل هذا. لذلك هنا راح تكون عندنا conditions بالبوينت نمبر 1 وconditions بالبوينت نمبر 2. لاحظ هنا الفيلوسيتي مال الفلويد اللي موجود هنا يختلف عن الفيلوسيتي مال البريشر هنا, راح يختلف عن البريشر هنا. الاريا هنا اذا تختلف عن الاريا هنا. فلذلك هنا بالconditions نمبر 1 اوكي بيكون عندنا P1 T1 P روب 1 A1 الرو. اذا كان عندنا انكمبرسبل ماكو مشكله راح يبقى ثابت, لكن عندنا المقطع ده يتغير, عندنا البريشر ده يتغير, عندنا التمبرشر ده يتغير. اوكي, وعندنا بالمقطع رقم 2 راح يكون عندنا بي 2 تي 2 رو 2 وهكذا والاي 2. فهنا راح يكون عندنا الفيلوسيتي هي يو 1, الفيلوسيتي هنا يو 2 اعتيادي الفلويد لما يجينا من مقطع عريض الى المقطع اضيق راح السرعه مالته تزداد, لذلك راح يكون يو 1 ويو 2. اذا هنا طبعا مثل ما تعرفون مثل ما درستوا بالفلويد انه القوانين اللي تحكم هذا الفلو في مثل الحاله هذه اولها هي الكونتينيوتي ايكويجن, انه الام دوت بتساوي ما بين 1 و 2, هذا القانون الفيزيائي الشهير. لذلك الام دوت بالحقيقه هي رو اي 1 في يو 1 يساوي لنا رو 2 في اي 2 في يو 2, الاثنين متساويين. كذلك الحال وير يو ذا فلويد فيلوسيتي اف ذا فلو ادياباتيك اند فريكشنلس, شلون نقول ريفرسبل فلو مثل ما درسيته في الثيرموداينامك. والفلويد انكمبرسبل
يعني الرو ما راح تتغير عندنا على طول المقطع. زين، لبرنولي ايكويجن ممكن نطبقها بالمنطقه رقم 1 والمنطقه رقم 2. البرنولي ايكويجن تقريبا انه بي 1 اوفر رو 1 زائد نيو 1 سكوير اوفر 2 جي زين يساوي بي 2 اوفر رو 2 زائد هذا البرنولي ايكويجن. اذا كان رو 1 يساوي رو 2 نحل هذه المعادله نحط لها ايش قد مقدار الدفرنس ان بريشر الدفرنس ان بريشر بي 1 ان بي 2 راح تطلع لنا هذه العلاقه. هذه العلاقه بالحقيقه راح تعطينا ايش قد مقدار البي 2. احنا نريد نشوف ايش قد مقدار السرعه هنا. طبعا مثل ما نعرف انه اذا ضربنا هذه السرعه يو 2 في المقطع مال هذا في الاريا مال المقطع هذا راح يعطينا الفلوريت. اذا هنا القياس مال الفلوريت هو قياس غير مباشر، بدنا نقيس السرعه مال الفلويد وبدنا نضربها في مساحه المقطع حتى تعطينا شنو؟ تعطينا مقدار الفلوريت. الفوليوم فلوريت، الفوليوم فلوريت نقول الفوليوم فلوريت يعني الوحدات مالته متر كيوب بير اور، متر كيوب بير سكند، متر كيوب بير مينت. يعني دائما وحدات فوليوم مقسوم على وحدات تايم. فذلك اليو 2 اللي هي عباره عن اوتبوت فيلوسيتي من المقطع راح يكون عندنا هو بهالشكل هذا. هذا اليو 2 ومن هالعلاقه هذه نرتبها راح تطلع لنا هذا. فهي عباره عن مقدار اليو 2. الكيو هي عباره عن اي 2 ملتبلايد باي يو 2. هذا هو مقدار الفلوريت نقيسه بهالشكل هذا. لذلك هنا الكيو زي ايكول تو اي 2 في يو 2 وهذا الاي 2 في مقدار اليو 2 اللي حصلناه من البرنولي ايكويجن. البرنولي ايكويجن، البرنولي ايكويجن طبعا الظروف مالتها قياسيه قلنا عليها فريكشنلس وادياباتيك، لا عندنا اي ترانسفير ولا ماخذين الفريكشن بنظر الاعتبار. فراح تكون عندنا هذه عباره عن الفلوريت. هذا الفلوريت بالفوت كيو بير سكند او متر كيو بير سكند حسب الوحدات مالتنا، نستخدم نظام الوحدات مالتنا اللي هو انجليزي هو عالم يوم. الاريا بالفوت سكوير او المتر سكوير، الرو بالباوند ما في فوت كيوب او كيلو جرام بير متر كيوب، البي هو عباره عن باوند فورس بير فوت كيوب بير فوت سكوير عفوا او نيوتن بير متر سكوير، الجي سي بالحقيقة اللي هو عبارة عن تعجيل أرضي ممكن يكون 32.17 زين باوند فوت بير باوند فوت أو يكون عندنا 1 كيلو غرام متر، يعني التعجيل الأرضي بالحقيقة هو هذا سواء كان عندنا بالإس آي يونت أو كان عندنا بالبريتش يونت. طبعا هنا الأيديال فاليو أو فوليومتريك فلو ريت كالكوليتد باي إيكويجن 4 إت يوجوالي ريليتد تو ذا أكشوال فلو ريت actual flow rate through the discharge coefficient T. عندنا discharge coefficient T. طبعا هنا بالنسبه للتخصر اللي سويناه هو يا اما نغير من مساحه المقطع يا اما نستخدم الاورفس. اوكي يا اما نستخدم الاورفس. مثل ما تعرفون الاورفس هو عباره عن فتحه داخل نخليها في منطقه الجريان. فمن راح يطلع الجريان بالحقيقه راح يكون عندنا الاريا بالحقيقه اللي هي الاي 2 راح تكون غير الاي 2 هاي اللي نختبرها. فلذلك هنا اكو عندنا لكل واحد من دول الاجهزه اللي راح نستخدمهم اللي هم الفلو اوبستراكشن اللي هم نسميه بالكوفيشنت اوف ديسشارج اور ديسشارج كوفيشنت اللي هو هذا الديسشارج كوفيشنت هو عباره عن الكيو اكشوال الى الكيو ايديال. هذا الكيو اللي حسبناه عن طريق البرنولي ايكويجن هو عباره عن الايديال كيو. يعني اذا نقسم الاكشوال على الايديال راح يكون عندنا اللي هو عباره عن الدشارج كوفيشنت. لذلك هنا كل جهاز قياس مال فلو يعني مال فلو اللي اذا نستخدم به اللي هو فلو اوبستراكشن البنتوري الاورفيس النوزل كل واحد الى شنو دشارج كوفيشنت. هذا الدشارج كوفيشنت يعطينا الاكتوال فلو ريت اللي هو عباره عن الايديال فلو ريت اللي حسبناه عن طريق انه ادياباتيك فريكشن فلو ملتبلايد باي ديسشارج كوفيشنت. هذا الديسشارج كوفيشنت تعطيك اياه الشركه المصنعه لهذا للجهاز اللي هو عباره عن الاوبستراكشن يعني الاورفيس للنوزل للديفيوزر وات ايفر تطلع شلون وات ايفر اوف اوبستراكشن.
إذا هذا هو عبارة عن شلون نحسب الفلوريت عن طريق استخدام الأوبستراكشن. أكو عندنا واحد من أهم الأجهزة، واحد من أهم الأجهزة المستخدمة في المختبرات وفي التطبيقات الصناعية، اللي هو الفلو ميجرمنت باي دراج افكت، أو ما نسميه بالروتاميتر. الروتاميتر، هذا هو الروتاميتر اللي تشوفوه، عبارة عن تيبر تيوب، تشوفون هذا تيبر تيوب، مساحة المقطع مالته متغيرة من الأصفر إلى الأعلى. إذن هذا هو عبارة عن تيوب، وهذا التيوب بالحقيقة بي، شوفوا هنا شوية الصورة أوضح، بالحقيقة بي منفذين، واحد إن وواحد أوت. لحظة، هذه different types، هذا واحد صغير واحد كبير. هنا شوف، أكو عندنا إن وأكو عندنا أوت. هذا الإن راح نربطه بالمكان اللي نريد نقيس فيه الفلوريت. بالحقيقة الفلويد راح يدفع عندنا المنطقة هذه، راح يدفع لنا هذا الفلويد الأحمر اللي تشوفوه اللي هو أنا مصورة أوضح. هذا هو عندنا الفلويد ونسميه بالبوب. زين، هذا الفلويد، هذا الفلويد بالحقيقة من راح يجي الفلويد بهالاتجاه هذا، راح يدفع لنا إياه إلى الأعلى. زين، إلى أن يصير أندر إيكوليبريم أوف فورسز، أندر إيكوليبريم أوف فورسز، فيتوقف في مكان ما. راح يتوقف في مكان ما، المكان اللي راح يتوقف فيه راح نقراه على فد مسطرة موجودة مع الجهاز، هذا يمثل لنا الفلوريت. معه هذا هو عبارة عن البوب أو الفلوت، وهذا عندنا الفلو إن، وهذا عندنا الفلو أوت. تلاحظون؟ زين، فهذا الفلوت بالحقيقة راح يستمر بالصعود إلى أن يتوقف في مكان ما. شو وقت يتوقف؟ لما يصير عندنا الإيكوليبريم أوف فورسز. شكو فورس مؤثر على الفلوت؟ مؤثر عليه الوزن مالته، مؤثر عليه البوينسي فورس الاف بي، مؤثر عليه الادراك فورس. اذا البوينسي فورس هذا الادراك فورس از ايكوال تو شنو؟ از ايكوال تو ذا ويت اوف ذا بوب، ويت اوف ذا فلوت، ويت اوف ذا فلوت. من هذه العلاقه البسيطه ممكن ننطلق ونحصل على ايش قد مقدار الفلوريت اللي راح نستخدمه. هذا باعوا هذه التدريجات، هذه التدريجات هي اللي راح نقرا من عندها الفلوميتر الفلوريت بالحقيقة. شو وقت نقراها؟ نقراها لما يوقف هذا الفلوت. باعوا هسه هذا الفلوت في حالة طوفان، خلينا نقول داخل عندنا اير ليكويد اويل وتبر من الفلود، باوع. زين، اثرنا على هذا الفلوت، رفعه الى ان وصلنا الى حالة الايكوليبريم. بتلاحظ شلون؟ اوف فورسز. الى ان وصلنا الى حالة الايكوليبريم اوف فورسز، راح يتوقف هذا الفلوت في مكان ما. هذا الفلوت اللي توقف راح نقرأ على التدريجات هذه مقدار الفلوريت. وعلى من متوقف الفلوت، هذا هو عبارة عن الفلوت، مثل كياب مصدرة في مثل لنا هذا بالحقيقة هو مقدار الفلوريت. زيناني نجي نشوف العلاقات الخاصة بال هذا النوع اللي هو الدراج فورس بالحقيقة، أو الروتاميتر. طبعا ليش يسموه الروتاميتر؟ ناتج عن عملية الروتيشن بالحقيقة. هذا الفلوت لما يصعد إلى الأعلى، زين، يأخذ بالإضافة إلى الحركة الأكسير، أكو حركة دورانية حول محورة، حركة دورانية حول محورة تقلل لنا من قيمة الفريكشن اللي دي يكون عندك ما بين السايد، اللي هي كلش مهمة في تحديد قيمة الفلوميتر الفلوريت. الفلوريت الروتاميتر تبع لهذا الروتيشن، تبع لهذا الروتيشن اللي قلنا عليه قبل قليل. فإذا عندنا البوينسي فورس زائد الدراج فورس، زين، راح يساوي لنا جديد مقدار الويت اللي هو الوزن، اللي هو الرو في الفي يعطيني الماس، والماس أضربه بالتعجيل الأرضي، بالتعجيل الأرضي راح يعطيني الوزن. هذا هو عبارة عن الويت، هذا هو عبارة عن شنو؟ هذا هو عبارة عن البوينت فورس، قوة الطفو، وهذا هو عبارة عن الدراج فورس. هذا الدراج فورس، قيمة الدراج فورس تعتمد لنا على الدراج كوفيشنت ملتبلايد باي الاي اوف بوب، الاريا اوف ذا بوب، في الرو اف في يو ام سكوير على 2 التعجيل الارضي. هذا يعني لذلك هنا الدي بالحقيقة السي دي الدراج كوفيشنت، الـ AB is the frontal area. Frontal area of the bob. Frontal area of the bob.
لاحظ هذه يسموها الفرونتال اريا اوف ذا بوب، فرونتال اريا اوف ذا بوب اللي هي عباره عن الايدي. واليو ام از ذا مين فلو فيلوسيتي ان ذا انيلر سبيس، المين فيلوسيتي ان ذا انيلر سبيس بين ذا بوب اند ذا تيوب. زين، فاذا ربطنا المعادلات مع بعضها البعض راح نطلع قيمه اليو ام، ولما راح نحصل على المين فيلوسيتي بالحقيقه راح نضربها بالاريا، نضربها بالاريا مال الفلو. زين، راح يطلع لنا ايش قد مقدار الفلو ريت اللي هي عباره عن كيو. هذه الاريا اوف فلو بالحقيقه، زين، اكو فد علاقه اللي هي وير اي از ذا انيولر اريا اند از جيفن باي اي از ايكوال تو باي اوفر 4 في الدي زائد اي واي. لان عندنا شنو هو الاريا متغيره، لانه المقطع عندنا متغير، وتغير ويا واي هي الارتفاع الانفلاسيون ناقصا دي تربيع. وكل وحده من ذني عندك التعريف مالتها الدي از ذا دايمتر اوف ذا تيوب ات ذا انلت. هذا هو عباره عن الدي، هذا هو هذا الدي اللي هو عباره عن الدايمتر اوف ذا تيوب ات ذا انلت، هذا هو الانلت مال التيوب. فالدايمتر ات ذا انلت هو مقدار الدي. سمول دي اكيد راح يكون عندنا سمول دي از ذا ماكسيمم بوب دايمتر، از ذا ماكسيمم بوب دايمتر. زين، واي از ذا فيرتيكال ديستانس فروم ذا انترنس، الواي يعني الثانوية عندنا الاريا تعتمد لنا على مقدار الواي. ليش تعتمد لنا على مقدار الواي؟ لانه الاريا متغيره عندنا، المقطع عندنا متغير. يعني الاريا ديفرنت واي، ديفرنت واي مختلفه مختلفه. زين، فلذلك the vertical distance from the entrance and A is a constant indicating the tube taper. A is a constant indicating the tube taper. For flow of gas, for flow of gas. طبعا هنا بالنسبة للليكويد دائما نحكي عن الفوليوم فلو ريت. من يكون عندنا ليكويد دائما نحكي عن الفوليوم فلو ريت. يعني شنو الفوليوم فلو ريت؟ هذا الفيت كيوب بير سكند، المتر كيوب بير سكند، يطلع شلون يسموه فوليوم فلو ريت. لكن لما نحكي على الغاز، لما نجي نحكي على الغاز ما راح نحكي على الفوليوم فلو ريت، راح نحكي عليمن على الماس فلو ريت، على الماس فلو ريت اللي هو عباره عن الان دوت بدل الكيو. بدل الكيو نحكي عن الان دوت، يطلع شلون. فاذا كان عندنا فور فلو اوف غاز راح يكون عندنا، اذا كان عندنا الغاز اللي هو عباره عن الفلويد عباره عن ايديال غاز راح يكون، اذا الرو بالحقيقه راح تكون هي عباره عن بي اوفر ار تي. زين، اند فور بوب دنسيتي الرو اوف بوب از ماتش جريتر ذان الرو اوف فلويد. طبعا الفلويد راح يكون عندنا غاز، يا اما يكون هواء يا اما يكون ال بي جي مثل هذا الغاز السائل مثلا. المهم الغازات تكون الكثافه مالتها قليله جدا مقارنة بمن؟ مقارنة بالماتيريال مال هذا البوب، تلاحظ شلون؟ اللي هو هذا، هذا الماتيريال حتى لو كان البلاستيك. دائما بالغازات بالحقيقة لما نريد نقيس الفلوريت مالته ونستخدم هذا الروتاميتر راح تشوفون انه هذا الفلوت او هذا البوب هو عبارة يعني مصنوع من مادة كلش شو اسمه خفيفة، ودائما من البلاستيك مواد دائمية. مع هذا راح يكون عندك الرو مال هذا الماتيريال مال روما مقارنة بالروما للغاز، هذا يكون أكبر من الروما للغاز بهواية. لذلك هنا إذا كان عندك الرو أوف بوب إز جريتر ذان الرو أوف فلويد، زين الرو أوف فلويد ممكن تهمل الرو أوف بوب الحالة، عفوا الرو أوف فلويد الحالة هذه راح يكون عندنا الأم دوت إز إيكول تو الرو أوف فلويد نصف ويساوي لنا كذا، ويساوي لنا كذا. To make the rotameter independent of fluid density راح ناخذ ال partial m dot with respect to rho f is equal to zero. This can be obtained عندما يكون ال rho bob is equal to يعني ايش وقت راح يكون عندك ال partial m dot by rho f is equal to zero. لما يكون عندك ال rho of bob is equal to 2 في ال rho of fluid. To make the rotameter الروتاميتر independent of fluid density، independent of fluid density لازم يتحقق عندك هذا الشرط. هذا الشرط ايش وقت يتحقق عندك؟
يتحقق عندك لما يكون عندك الرو مال الماتيريال مال هذا الفلوت او البوب ايكوال تو يعني ضعف الرو اوف فلوت، ضعف الرو اوف فلوت اللي هو الرو اوف فلوت. طبعا هنا عندنا فد مثال عن الروتاميتر. الحقيقة عندنا الروتاميتر is used for air flow measurements. عندنا قيس air flow measurement and has a rating of 0.226536 meter cube per minute for full scale. الفول سكيل مالتها الفول سكيل of the rotameter أقصى قيمة يقيسها هو 0.226 meter cube per minute for full scale. The bob density robot is much greater than rho f. Calculate the mass flow rate. The mass rate of flow or mass flow rate for inlet conditions. هذه الإنلت conditions مالتنا 5.5158 في 10^5 باسكال جيج. وانتبهوا للجيج والابسوليوت مثل ما درسنا بالميجرمنت اوف بريشر. And 37.77 degree centigrade. 37.77 degree centigrade with a meter reading of 64%. meter reading عندك 64%، يعني 64% من شنو؟ 64% من الفول سكيل ريدنج هذه اللي هي 0.2264. اوكي يعني 64. دي بارامتريك بريشر 750 مليمتر اجي. شوف هنا انا منطيك في النوت صغيره يقول ستاندرد كونديشن مي بي تيكن اس دي بريشر از ايكوال تو 760 مليمتر اجي على الظروف القياسيه ودرجه الحراره هي 21.11 ديجري سنتيجريد. فاذا عندنا القياس هنا بالحقيقه هو قياس في ظروف غير قياسيه، في ظروف غير قياسيه. اوكي لاحظ هنا البريشر 5.5 × 10^5. زين 5.5 × 10^5 احنا الضغط الجوي هو هذا 760 ملم قبل ما سوينا 10^5 باسكال. اوكي اذا هنا 5.5 × 10^5 باسكال جيج زين باسكال ودرجه الحراره 37.77 ديجري سنتيجريد بينما هي الستاندرد قد تكون عندنا 21.11 ديجري سنتيجريد. لذلك لازم يكون اكو عندنا كوركشن، يعني لما تشتغل في ظروف غير قياسيه لازم تسوي كوركشن للريدنج مالتك. هذا الكوركشن اللي راح يصير عندك بالنسبه للريدنج مالتك الكيو كوركتد. الكيو كوركتد ات از ايكوال تو كيو اللي هي الكيو قيمتها 64% من الفول سكيل ريدنج 64% بها 64% من هذا الرقم اللي هو 0.22. اوكي لذلك هنا أنا لاحظ هنا أنا 0.2265 في 64% طعنا 0.144 متر كيو بير منت. هذا بالحقيقة راح تحوله او راح تسوي له كوركشن فاكتور. هذا الكوركشن فاكتور ياخذ لي بنظر الاعتبار شنو؟ ياخذ لي بنظر الاعتبار انه انا دا اقيس في ظروف غير ستاندرد. شنو هي الظروف اللي غير ستاندرد؟ هو البريشر عندي، البريشر عندي تلاحظ شلون؟ شوف البريشر عندي الابسوليوت بريشر هو البريشر جيج زائد الاتموسفيريك بريشر. الابسوليوت جيج بالحقيقه الجيج بريشر هو 5.5158 × 10^5 زائد الاتموسفيريك بريشر اللي هو 10^5 معروف عندنا بالنسبه لنا بالنيوتن بير متر سكوير. اوكي فلذلك هنا البريشر الابسوليوت بريشر يكون عندي 6.5 × 10^5 وعندي التمبريتشر داقيس فيها ايش قد؟ داقيس 37 درجه مئويه. 37 درجه مئويه زائد 273 راح يعطيني بحدود 310.77 كالفن. زين بينما عندي الظروف القياسيه ايش راح تكون عندي؟ راح تكون عندي اللي هي عباره عن الاتموسفيريك بريشر اللي هو 10^5 باسكال وال21 درجه مئويه. فلذلك هنا الكيو كوركتد از ايكوال تو الريد ريدنج فاليو اوف كيو مضروب فيه التيل فاكتور. هذا شوف من نريد نسوي كوركشن هذا القانون اللي استخدمه البي ابسوليوت. شوف ايش قد قيمه البي ابسوليوت اللي طلعنا ابسوليوت فاليو اوف بريشر اللي صار عند القياس هو 6.5 × 10^5
مضروب في تي ستاندرد، الستاندرد تمبرتشر اللي لاقيت بها هي 21.1 دقري سنتيغريد، اذا اضيف لها 273 حتى احولها الى كالفن راح تصير عندي 294.4 كالفن. اوكي، على البي اتموسفير اللي هو ستاندرد بي اتموسفير اللي هو 10.5 مضروب في ايش قد؟ في التمبرتشر اللي انا اذا اقيس بها بالوقت الحاضر اللي هي درجه الحراره 37 ما 37.77 واللي اذا ضفت لها 273 لازم يكون 310 دقري كالفن. لذلك هنا الكيو كوركتد از ايكول تو ايش قد؟ از ايكول تو 0.886 متر كيوب بير منت، متر كيوب بير منت، هذا هو عباره عن الكوركتد فلو متر. The corresponding mass flow rate، اعتيادي الماس فلو ريت اقدر اقيسه بما انه عندي غاز، اذا ما اريد الفلو ريت اريد شنو؟ اريد الماس فلو ريت. الماس فلو ريت بس اضرب الفلو ريت مالتبلايد باي شنو؟ مالتبلايد باي اللي هو عباره عن رو في كيو. والرو هذه بالحقيقه الرو مال الغاز از ايكول تو بي اوفر ار تي حسب قانون مال ايديال غاز زين مالتبلايد باي شنو؟ مالتبلايد باي كيو. فالبي 10.5 في الكوركتد فاليو اوف فلو اللي هو 0.886 مقسوم على الار اللي هو 287 بالنسبه للهواء مضروب في التي اللي هو عباره عن 294 لانه الظروف اللي عندي هسه بهالحاله راح تكون قياسيه ف 21.1 دقري سنتيغريد راح تحولها الى كالفن اضيف لها 273 راح تصير عندي 294.4 فلذلك الام دو دوت از ايكول تو 1.04 زين العفو هذه مو متر كيوب ديروا بالكم هذه الوحدات هنا انا بالكيلو جرام راح تصير عندنا بير مينت احنا عندنا ماس فلوريت اوكي ماس فلوريت ماس فلوريت هذا تصححوها رجاء صححوها انا بالكيلو جرام بير مينت زين شوف هنا اكو مثال اخر عن الروتوميتر تو بي ديزاين تو ميجر ماكسيمم فلو ريت اوف 10 جي بي ام يعني جالون بير مينت جي بي ام هي جالون بير مينت زين اوف ووتر ات 70 دقري فارنهايت ذا بوب هاوس 1 انش دايمتر ان توتال فوليوم اوف 1 انش تكي ذا بوب از كونستركتد سو ذات ذا دنسيتي از جيفن باي ان اكوردنس ويز رو بوب از ايكو تو 2 رو اوف فلويد هذه الكونديشن اللي خليناه انه يعني الفلو از اندبندنت اوف رو اوف بوب اوف رو اوف فلويد لما يكون عندنا البوب دنسيتي از ايكوال تو 2 رو اوف فلويد the total length of the rotameter is 13 inch of the rotameter is 13 inch and the diameter of the tube at the inside اللي هو capital D is equal to 1 inch determine the tube taper for drag coefficient مقداره 0.8 the tube taper بالحقيقة factor اللي هو عبارة عن ال A the small A هذه ال small A نريد نوجدها هذه ال small A وين راح نلقاها راح نلقاها بال area The area which is a function of y, which is a function of y. The y هنا راح ناخذه 13 انش اللي هو الطول مال الجهاز. لاحظ هذا ال b هو عباره عن 1 انش. ناقص ال d زين علي؟ ايضا راح يكون عندك القيمه مالته منطيك اياها هنا. اول انش قد مقدار الاريا لازم نشوفها. فمقدار الاريا اذا نروح عندنا هي عباره عن اليو ام ملتبلايد باي اريا يساوي لنا كيو. هي عبارة عن الـ Q مقسوم على الـ UM اللي هو هذا أوكي عندنا الواحد جالن بير مينت نريد نحوله إلى إنش بير سكند راح نحوله بهالطريقة هذه هذا طريقة التحويل مالته ولذلك هنا الـ Q بالحقيقة طبعا الـ Q راح يكون عندنا 10 جي بي ام في هذا الميتر شوف كل واحد جي بي ام يساوي لنا 231 على 60 انش لكل سكند هذا كل واحد جي بي ام اذا 10 جي بي ام راح نضرب هذا المقدار في 10 وراح يطلع لنا 38.5 انج لكل سكند انج لكل سكند يعني اسف يعني هنا الوحدات المفروض تكون عندنا مال فوليوم زين يعني الوحدات مال فوليوم فلذلك هنا الاريا بالحقيقه زين يعني هنا انج تكعيب بير سكند المهم راح تكون هي كيو على يو ام اللي هو هذا اوكي اللي راح نحصل من العلاقه
راح يكون عندنا هذا مقدار الايري. من وجدنا الايري يا اخواني، من وجدنا الايري راح نقدر نطلع ايش قد مقدار الشفنة، ايش قد مقدار الاي اللي هو راح تكون عندنا، هذه هو المجهول الوحيد. لذلك الاي بالحقيقه هذه اللي هي عباره عن اللي سميناها بالدراكوف، العفو دراكوف المنطقيه، بس هو التوتال لينث اوف روتاميتر مقدارها عن التيوب ان ديتيرمن التيوب تيبر. التيوب تيبر التيوب من يريد عندك التيوب تيبر تروح توجد له قيمه الاي بعد ما تطلع قيمه الجيل، قيمه الكابيتال اي ات سيرتن واي، ات سيرتن واي، وراح يكون عندنا هذا هو مقدار الاي. ايضا بمثله بسيطه تطبيق على العلاقات اللي شفناها. طبعا هذا النوعين اللي شفناهم هي من اكثر الانواع شيوعا بالحقيقه في قياس الفلوميتر، في قياس الفلوريت، العفو في قياس الفلوريت. تلاحظون انه الجهاز مال القياس هنا راح يكون ان دايركت كونتاكت وذ فلويد اللي نريد نقيس الفلوريت مالته. يعني لاحظ هنا بالنسبه للروتاميتر، خلينا نرجع على هذه الصوره اللي تشوفوها، الروتاميتر هنا الفلو راح يدخل منه، الفلويد راح يدخل منه. لاحظ ان الفلويد هنا يكون عندك في تماس مع جهاز لكن اكو عندنا في بعض الاحيان نحتاج الى ظروف انه نقيس بها، يعني بحيث يكون عندنا جهاز القياس ما يكون في حاله تماس ويا الفلويد. زين، اكو نوع من انواع الاجهزه اللي هذه اللي راح ندرسها مثلا بالالتراسونيك، بالالتراسونيك فلوريت، فلوريت مجرم، فلوريت فلوميتر، الالتراسونيك فلوميتر. لكن اكو عندنا اجهزه قياس اخرى ميكانيكيه بالحقيقه، زين، مثل هذا التوربين فلوميتر. هذا هذه عبارة عن الريش مال التوربين، راح تفتر، لما راح تفتر راح يكون عندنا اكو مجال مغناطيسي. تلاحظون شلون اكو عندنا مجال مغناطيسي، هذا المجال المغناطيسي راح يتقطع عن طريق من عن طريق الدوران مالت من مال هذا، راح يولد لنا فد فولتج بهالشكل هذا. هذا بالحقيقة الفولتج المتولد يتناسب لنا ويا من يتناسب مع قيمة الفلوريت اللي راح يدخل، فلذلك راح يكون عندنا القياس مال الفلوريت بهالشكل هذا. زين، شوف هنا انا از فلويد فلوز ثرو دي تور، از فلويد فلوز ثرو دي توربين ميتر ات امباتش اب امباتش اوف، يعني راح يصطدم بيما ابون دي توربين بليد ذات ار فري تو روتيت اباوت ان اكسس الونج ذا سنتر لاين اوف ذا توربين هاوسنج. اذا لاحظ هنا اول ما راح يدخل عندنا الفلو راح يضرب لنا على الريش مال هذا التوربين، راح يفرها لي ان هذه فري تو روتيت اباوت ذا سكشن. تطلع شلون اباوت ذا سكشن، هذا هو اللي اقصده هنا. The angular rotational velocity of the turbine rotor is directly proportional to the fluid velocity flowing through the turbine. Then the resulting output is taken by an electrical pickup. An electrical pickup mounted on the flowmeter body. هذا البيكاب باعه، هذا تشوفوه هذا المكان ماله. يولد لنا مجال مغناطيسي، اوكي. The angular velocity of result in a generation of an electric signal اللي هو عبارة عن AC in the pickup. The frequency of the signal بالحقيقة relate directly to the flow rate. هذا الـ frequency تطلع شلون؟ شوف هنا أنا magnetic pickup يعني يولد لنا مجال مغناطيسي، وهذا الـ frequency مال الـ signal تناسب لنا تناسب طردي تماما ويا الفلو. فلذلك الفلو راح يكون هو عباره عن الفريكونسي مقسوم على كي، وهذا الكي هو عباره عن كونستنت، كونستنت اوف فلو. زين، اذا الفلو كوفيشنت مقداره كي فور توربين متر از ديفايند از هذا الكيو از ايكوال تو ذا فريكونسي اوف كي، كي
نقدر نطلع منه أنا. اللي هو عبارة عن frequency over the flow rate، هذا هو عبارة عن pulse frequency اللي راح تتولد عندنا، pulse frequency. إذا the flow coefficient، the flow coefficient independent is dependent of flow rate، dependent of flow rate and the kinetic viscosity in U. Then calibration curve for typical meters is given. هذا عبارة عن calibration curve. شوف عندنا هنا cycles per gallon، cycles لكل جالون، وهنا عندنا شنو؟ عندنا ال x axis cycles لكل second per instant stroke. طبعا هذا instant stroke اخواني هي عبارة عن viscosity of fluid، viscosity of fluid عادة تقاس بوحدات الخمسة ستوك. الستوك هي الوحدة الكبيرة، والسنتي اللي هي مضروبة في عشرة يعني الميت يعني الستوك يساوي لنا 100 سنتي ستوك، يعني شو سنتيمتر والمتر. زين بالضبط. هذا عبارة عن typical calibration curve. التيبيكال كاليبريشن كير عند قيمة الكي مالته هو 1.09. إذن هذا هو عبارة عن توربين فلوميتر. إذن عندنا الفلو راح يدخل عندك مال الفلويد إلى هذا التوربين فلوميتر، راح يضرب لنا على البليت أوف التوربين، هذا التوربين راح يفتر بسرعة دورانية تتناسب مع الفلو، وهنا اكو عندنا الكتريكال بيك اب يولد لنا مجال المغناطيسي. نتيجة للدوران هنا أنا راح نحصل على سيجنال اللي هو كرنت بانجلر فيلوسيتي اوف ذا ريزلت ان جنريشن اوف ان الكتريكال سيجنال. الكتريكال سيجنال الترنيتنج كرنت ساين ويف، هاي الترنيتنج كرنت ساين ويف الفريكونسي مالته راح يتناسب لنا ويا من مع الفلو، لذلك الكوفيشنت اوف فلو نقدر نحصل هنا هو عبارة عن frequency مقسوم على ايش قد؟ مقسوم على flow rate اللي هو عبارة عن Q. شوفوا هذا قلنا calibration curve. باعوا هنا هذه المسألة، شوفوا لنا هنا يقول calculate the range of mass flow rate of liquid ammonia at 20 degree centigrade for which the turbine meter of figure 3 would be within plus minus 0.5%. شوف الflow هذا الflow meter is within a plus minus 0.5 is within a plus minus 0.5 هذا مش لك 0.5 على الكالبريشن. الكينماتيك فيسكوسيتي مالته هي 0.036 في 10 ناقص 5 متر سكوير بير سكند ات 20 ديجري سنتيغريد. طبعا دائما الفيسكوسيتي نقول ايش قد درجه الحراره، قيمه الفيسكوسيتي ات سيرتن تمبرتشر، لذلك هي 0.036 في 10 ناقص 5 متر سكوير اوفر سكند ات 20 ديجري سنتيغريد. فش قد عندنا الرينج؟ باوع هنا عندنا البلس ماينس 0.5. هذا البلس ماينس 0.5 في الحقيقة اكو عندنا اللور ليميت واكو عندنا الابر ليميت. اذا جينا على اللور ليميت هنا وقاطعناه ويا الكيرف راح نشوف ايش قد مقدار السايكلز لكل سكند بير سنت ستوك. زين؟ اللي هي تقريبا تطلع لنا بحدود 55. باوع هنا هذا بالسوليوشن. نروح الى فيجر 3 would be within 0.5%. زين اكو هنا هاي هنا طبعا كل المعلومات اللي منطقي انا شلون تحول عندك عندنا الواحد سنت ستوك يساوي لنا 10 ناقص 6 سكوير متر بير سكند. شوف هنا النيو اللي هي عباره عن الكينماتيك فيسكوسيتي منطقيه بوحدات شنو؟ متر سكوير بير سكند، بينما بالكيرف هنا انا منطقيها بالسنت ستوك. فشنو العلاقه بين متر سكوير بير سكند وسنت ستوك؟ هو هاي العلاقة. كل واحد سنت ستوك اللي هو عبارة عن هذا يساوي لنا 10 ناقص 6 سكوير متر بير سكند اللي هو متر سكوير، يعني 10 ناقص 6 متر سكوير بير سكند. ولذلك النيو اللي قيمتها تساوي لنا وين بالمسألة؟
النيو اللي قيمتها تساوي لنا 0.03 تك في 10 ناقص 5 متر سكوير بير سكند، نقدر نحولها الى نقسمها على 10 ناقص 6 حتى نطلعها بسنتي ستوك، حتى نطلعها بسنتي ستوك. ثاني الفريكونسي رينج، الفريكونسي رينج بالحقيقه الفريكونسي رينج اكو عندنا باوع هنا، هذه القيمه الاولى مال الفريكونسي رينج، وهاي القيمه الثانيه عندنا لور ليميت وعندنا ابر ليميت. باللور ليميت هنا احنا شنو الفريكونسي اللي نريده؟ اللي هو السايكل بير سكند، اللي هو السايكل بير سكند. يعني راح ناخذ الرقم هذا اللي موجود هنا اللي وحدات السايكل بير سكند لكل سنتي ستوك، ونضربه بالسنتي ستوك مالتنا حتى نطلع السايكل بير سكند. اوكي، لذلك هنا بالحقيقه اللور ليميت اذا نقطع مع الكيرف راح يعطيني ايش قد؟ راح يعطيني مقداره 55 سايكل بير سكند لكل سنتي ستوك. باين هنا 55 سايكل بير سكند لكل سنتي ستوك. اذا انا ضربه بالسنتي ستوك اللي هو 0.36 سنتي ستوك راح يعطيني هلقد سايكل بير سكند، هذا هو عباره عن الفريكونسي. اما بالنسبه للابر اللي هو الهاي اللي هو هذا، فهذا بالحقيقه راح تاخذ خط افقي وراح اشوف وين راح يتقاطع، راح يتقاطع عندي هنا خذ رقم هنا راح تنزله هنا اقل قد مقدار السايكل بير سكند لكل سنتي ستوك، فراح اشوف انه قيمه الاف هاي، الاف هاي راح يكون هو عباره عن 700 اللي هو هذا عباره عن 700 الناتج عن هذا. شوف الخط قاطعناه ويا الكيرف طلع لي هنا تقريبا بال 700. اوكي 700 اللي هي عباره عن سايكل بير سكند لكل سنت ستوك، فاضربه بالسنت ستوك حتى يعطيني شنو؟ حتى يعطيني قيمه الاف هاي 252 سايكل لكل سكند، لكل سكند. بعد ايش مطلوب من عندي؟ شنو المطلوب بعد من المساله؟ يريد الفلو كوفيشنت. من يريد الفلو كوفيشنت شوف عندنا الماس بالحقيقه يساوي لنا الرو في الفوليوم، الرو في الفوليوم، الرو في الفوليوم. طبعا هنا عندنا الفوليوم منطق اياه بايش؟ منطق اياه بالجالن، بالجالن. يعني كل واحد جالن بالحقيقه يساوي لنا 231 انج مكعب. فللامونيا فور امونيا اند واحد متر يساوي لنا 39.6 انج، يعني اللي هو 40 انش بالحقيقه، احنا ناخذ كل متر 40 انش. هاي ترى معلومات عامه. لذلك هنا عندنا الواحد جالن، الواحد جالن يساوي لنا ايش قد؟ 231 انش مكعب مقسوم على، حتى نحوله الى متر. شوف كل انش، كل متر هو 40 انش او 39.39 انش. فهذا بالحقيقه 231 انش مكعب حتى نحوله الى متر مكعب لازم نقسم على 39 او 40 انش كل كميه تكعيب. اوكي، يعني هنا اذا نحول الانش مكعب الى متر مكعب طلع لنا هالقد متر مكعب 3.77 في 10 ناقص 3 متر مكعب. ايش قولون هذا الماس؟ الماس مالته ايش قد؟ راح يكون هو الرو في الفوليوم. الرو هذا مال الامونيا 612 منطق اياه بالكيلوغرام بير متر كيوب مضروب في البيتر كيوب اللي هو 3.77 في 10 12 راح يعطيك 2.313 كيلوغرام. اذا the flow coefficient would be then is equal to k is equal to 1092 cycles per second لكل عفوا cycles لكل جالون، cycles لكل جالون، ويساوي لنا هالمقدار هذا لكل كيلوغرام. يعني ينطينا هذه القيمه لكل كيلوغرام سايكل لكل جرام سايكل بير يونت ماس راح يطلع لك في الحاله هذه راح يكون عندنا 1092 على 2.313 هذه زين 318 يطلع لنا بحدود 471 سايكل لكل كيلوغرام. The range of flow of flow rate for the 0.5% calibration اللي هو هذا ال 0.5% calibration اللي هو عندنا اللور ليميت والابر ليميت اللي درسناه قبل قليل، زين راح يكون عندنا
الحالة هذه راح يكون عندنا الام دوت هذا مقداره، والام دوت هاي راح يكون عندنا هذا المقدار مالته. هذا ارجوكم انه تشوفوه، واي استفسار او هذه ثاني موجود ان شاء الله بالكليه باكر ويوم الاثنين، اللي يحب يجي يستفسر او يبعث لنا على طرق التواصل اللي بيناتنا. طبعا هذه الطرق كلها اللي يكون عندك الفلويد بالحقيقه اللي يكون عندنا اندارك كونتاكت ويا من ويا جهاز القياس. في بعض الاحيان نحتاج انه نقيس الفلوريت بحيث يكون ماكو عندك كونتاكت ما بين الفلويد وما بين جهاز القياس، كما هو الحال بال يعني قياس الفلوريت مال المجاري. هذه المياه الصلبه، المياه نريد نقيس الفلوريت مالتها، المفروض ما يكون عندك جهاز، والا راح يكون عندك ينطمر جهاز القياس بسبب الاوساخ والهذا اللي يحملها مثل هيك نوع من الفلو. زين، خصوصا عندنا بالنسبه للويست ووتر، فبالويست ووتر يحتاج لنا الى التراسونيك فلوميتر. التراسونيك فلوميتر، هذا الالتراسونيك فلوميتر بالحقيقه هذه الفكره مالته. اكو عندنا بي ترانسميتر، واكو عندنا بي شنو ريسيفر، خلينا نقول عندنا ريسيفر، وعندنا هذا الفلو، وهذا الفلو يحتوي لنا على ديسكونتينيوتي. هذا الديسكونتينيوتي قد تكون عندنا عباره عن الببلز هاي اللي تشوفوها. فالفلو يعتمد لنا على انه شنو راح تجينا موجه اللي هي التراسونيك. الحقيقه التراسونيك ويف، هذا الالتراسونيك ويف الفريكونسي مالتها راح يتغير عند ما راح يصطدم لنا بيمن، يصطدم لنا بالشفنة بالببلز هذه او بالديسكونتينيوتيز. هذا التغير بالفريكونسي هذا هو راح يعطينا فد انديكيشن عن الفلوميتر. لذلك هنا تلاحظ انه الجهاز ده يربط على السطح الخارجي مالت من، على السطح الخارجي مال الفلو، على السطح الخارجي مال البايب اللي ده يصير بالفلو، بدون ما يصير اي كونتاكت ما بين من، ما بين الجهاز وما بين الفلو اوف فلويد. زين، عندي فلو اوف فلويد، طبعا المبدا راح يشتغل على الدوبلر، دوبلر التراسونيك دوبلر فلو ميتر، التراسونيك دوبلر فلو ميتر. لاحظ هنا الالتراسونيك فلو ميتر اولا من كونتاكت ميتر فور ميجرينج فلو فيلوسيتي. احنا مثل ما قلنا الكيو هي عباره عن الفيلوسيتي ملتيبلايد باي الكروس سكشنال اريا، فممكن نقيس اليو اللي هي الفيلوسيتي نضربها بالكروس سكشن. They are clamped on devices that attach to the exterior of pipe and enable measurement of corrosive liquid. اي corrosive liquid ممكن نقيسها عن طريق شنو؟ الالتراسونيك ميتر، لانه الكروسيف ميجر اذا تخلي بيها الفلوميترز العاديه تنهرش وتتاكل وتروح. هاي مشكله. اكو عندنا احنا عندنا كروسيف ميجر مثل هذه المياه الثقيله الويست ووتر، زين تحتوي لنا على مواد كبريتيه وتحتوي لنا على مواد ها تسبب لنا هرش بالمعادن زين او بالماتيريال. لذلك فور كروسيف ليكويد يحتاج لنا الى التراسونيك فلوميتر without damage of the meter earth condition، مثل ما شفتوه قبل شوي بالشكل. They are ideal for wastewater application or any dirty liquid which is conductive. هذا شرط من الشروط ان تكون عندنا conductive زين حتى نستخدم الالتراسونيك. These flow meters are also ideal for the application where low pressure drop. ايضا تستخدم هذه الالتراسونيك flow meter عندما يكون عندنا البريشر دروب قليل جدا، ممكن نستخدم الالتراسونيك. اند لو مينتنس ار ريكوايرد، وفي المناطق اللي زين ما نحتاج بها الى عمليات ثانيه. زين، وين ترانسميتد انتو ا بايب ذات كونتينز فلوينج ليكويد وذ سوتش ديسكونتينيوتي ان الالتراسونيك بلس اور بيم ريفلكت فروم ذيم وذ ا تشينج ان فريكوينسي ذات از دايركتلي بروبورشنال تو ذا ليكويد فلو ريت. اذا هنا لما دي يمر الفلوريت اكو عندنا الترانسميتر هنا يطلق لنا في السيجنال، هذا السيجنال في فريكونسي معين، قد ما تصطدم بالديسكونتينيوتي راح تغير الفريكونسي مالتها. التغير مال الفريكونسي بقى از دايركتلي بروبورشنال تو ذا ليكويد فلوريت. اذا التغير بالفريكونسي از دايركتلي بروبورشنال تو ذا، يعني اكو عندنا في الكالبريشن كان يقول لنا الفريكونسي صار بيه التغير
يعني مقدار السرعة مال الفلو هاي قد مقدارها. دوس the ultrasonic doppler flow meter calculate flow rate from the velocity of the discontinuity rather than the fluid velocity rather than the liquid velocity. نقيس الـ velocity مال الـ discontinuity. الـ discontinuity مثلا هذا الـ air bubble نقيس سرعته وبالتالي راح تمثل لنا تنطينا فكرة عن الـ flow rate. الـ accuracy بحدود plus minus 5% of full scale may be achieved with the device over a flow range من 10 إلى 1. Then most devices required that the liquid contain at least 25 parts per million of particles or bubbles. يعني ما ممكن إنه يشتغل هذا الجهاز إذا ما يتوفر عندك هذا الشرط. إنه على الأقل أقعدنا 25 parts per million من شنو؟ of particles or bubbles. هذا الـ diameters of 30 micrometer or more. هذا اللي إحنا سميناه بالdiscontinuity. يا أما تكون bubbles يا أما تكون particles solid particles. يعني الـ diameter مالته اللي عبارة عن 30 micrometer. طبعا النوع الآخر أو الأخير ولو أنا رح تأخركم شوية بس عندنا هذا خلينا نستعرضه لأنه الفكرة مالته جدا بسيطة. باعوا هذا اللي هو الماجنتيك فلوميتر. هذا الفلو بيدخل لنا من هنا وهنا اكو عندنا ماجنت بالحقيقه. هذا الماجنت بيولد لنا شنو؟ مجال مغناطيسي. فالفلو لما يقطع لنا المجال المغناطيسي ايش راح يولد لنا؟ راح يولد لنا فولتج. هذه الفولتج تتناسب تناسب طردي مع من؟ تتناسب تناسب طردي مع الفلوريت. تتناسب لنا تناسب طردي مع الفلوريت. حتى يتولد عندنا هذا الفولتج لازم تكون اكو عندنا كوندكتيف ماتيريال. انتم مثل ما تعرفون اللي هو الفاراداي فلو اللي هو اذا كان عندك مجال مغناطيسي واكو عندك يعني ميتاليك كور يعني اكو قلب حديدي يقطع لنا خطوط الفيض المغناطيسي راح تتولد لنا فولتج. فهذا القلب المغناطيسي بالحقيقه زين او الكور المعدني راح نستعيض عنه بشنو؟ راح نستعيض عنه بكوندكتيف particles. لازم يحملها هذا الفلو conductive particles magnetic particles اللي يحملها هذا الفلو. يعني كان يكون عندنا براده حديد موجوده ويا من ويا هذا الفلو. فمن راح تقطع الخطوط الفيض المغناطيسي راح يتولد عندنا فولتيه. هذا الفولتيه ممكن نسجلها وراح تكون قيمه هذا الفولتيه تتناسب مع الفلو ريت. هذا هو عباره عن مخطط بسيط للماجنتيك فلوميتر. لاحظ اكو عندنا فيض مغناطيسي هذا الماجنتيك فيلد واكو عندنا فلو بسرعه مقدارها شقد يو. ونتيجه لمرور هذا الفلو اللي دا يحتوي لنا على هذه الكوندكتيف سوليد بارتيكلز المعدنيه راح تولد لنا فولتج. هذا الفولتج دا نقيسه تطلع شلون؟ نقيسه شقد مقدار الفولتج شقد مقدار الاي ام اف اللي راح تولد هو عباره عن بي اللي هو عباره عن الماجنتيك فلكس دنسيتي بالجاوس multiplied by L اللي هو length of the conductor multiplied by U اللي هي عبارة عن velocity of the conductor اللي هو velocity of the solid particles داخل الفلو اللي هو نفسه يعني السرعة مال الفلو راح تكون عندنا في الحالة هذه. في 10 ناقص 8 الوحدات مالته بالفولتج. الوحدات مالته بالفولتج. طبعا هذا اكو من عنده non-conducting pipeliner which is used for fluids with low conductivity وكو عندنا الconductive بالحقيقة اللي تستخدم for يعني used with high conductivity fluids. يعني second type of magnetic flow meter is one which used with high conductivity fluid then principally liquid of metal. ممكن أن نقيس the flow of liquid of metals باستخدام هذه الماجنتيك فلو. احنا لحد هنا انتهت المحاضره مالتنا ان شاء الله.